للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد خالد عبد الله الشيراوي، مدير إدارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير سيد خالد، وما هي الخطورة التي قد تشكلها هذه الحضور المخالفة في المنطقة، وما مدى تأثيرها على الملاحة البحرية؟ مساكم الله بالخير اختي، وشكر لكم هاي الاستضافه. اهلا بك. اذا بنتكلم عن خطوره الحضور البحريه فلها عدد من المخاطر، لكن اهمها اللي اليوم اللي يعني الحكومه الموقره اضطرت انها تاخذ عدد من الاجراءات والقرارات لاعاده تنظيم قطاع الصيد المتعلق بالحضور، هي طبعا ان هذه الحضور تصيد صغار الاسماك، فهي تمنع دوره النمو الطبيعي حق الاسماك واليرقات، وهذه اثر على المخازن السمكيه بشكل كبير. الخطورة الثانية هي خطورتها على الملاحة البحرية وعلى مرتادين البحر، إن كانوا هواة وإن كانوا صيادين، لأن غالب هذه الحضور العشوائية تكون مبنية بدون أي قياسات أو محددات لها، وغالبها إذا لما ينتهي العمر الافتراضي لها ما يقومون أصحابها بإزالتها، فهي تأثر بشكل كبير على مرتادين البحر، خصوصا اللي ما يكونوا من نفس المنطقة اللي موجودة فيها الحضور، مما يؤدي إلى عدد يعني من الحوادث اللي تأثر على سلامة مرتادين البحر. نعم، السيد خالد عبد الله الشيراوي، مدير إدارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.